هذه الرياح التي غيرت أجواءنا وأحوالنا حتى انقلب لون الجو من اللون الطبيعي إلى اللون البرتقالي فجأة من غير استعداد ومن غير نذير. هذه الريح هي نذير من الله سبحانه وتعالى. ونحن في السنوات الأخيرة إن كان هناك عقول تعقل، نحن في هذه السنوات الأخيرة نلحظ أن هناك تقلبات ليست في الأجواء فقط، القحط والجدب عم البلاد، الأتربة والغبر التي تأتي أحيانا وأحيانا لم نعهدها من قبل. هذه تقلبات تنذر بماذا؟ تنذر بخطر عظيم. لا تركن إلى من يقول إن هذه أسبابا كونية، هذا ضعف في المعتقد. لما يغفل عن الأسباب الشرعية؟ لما لا ينظر الإنسان إلى مثل هذه النذر إلى أنها تخويف من الله سبحانه وتعالى حتى نعود إليه بسبب ما اقتربنا؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. في عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عصب قبيل أقبل وأدبر ولم يستقر له حال، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله فيه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ومع ذلك كان يخشى عليه الصلاة والسلام، فتسأله عائشة رضي الله عنها عن خوفه وعن وجله، فيقول: ما يؤمنني أن يكون عذاب من الله؟ لما نأمن؟ لعل هذه نذر من الله سبحانه وتعالى لنا نحن. نحن غيرنا بدلنا ضيعنا كثيرا من الواجبات. غلاء الأسعار أليس هذا نذيرا؟ بلى والله. خلو أيدي كثير من الناس من المال من السيولة المالية مع أنهم كانوا يملكون الشيء الكثير، أليست هذه نذرا؟ بلى والله إنها نذر. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ألم تضيع الصلوات؟ أين الناس من هذه الصلاة؟ سيما صلاة الفجر التي قال بها النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، يعني في حفظ الله. إذا صليت الفجر فأنت في حفظ الله. فما ظنك بشخص يضع المنبه على وقت الدوام ويدع صلاة الفجر، وإن صلى صلى إلى السيقة؟ أهذا في ذمة الله؟ أهذا في حفظ الله؟ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ما ظلمهم الله سبحانه وتعالى. فلنعود إلى الله حتى يعود إلينا رخاؤنا، وحتى يعود إلينا معاشنا وأمننا واستقرارنا، حتى استفاق النفس. إن البعض ليس به عين وليس به سحر وليس به مس من الجن، إنما به الهم والقلق والاضطراب النفسي. لما؟ لأنه معرض عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فلنتب إلى الله حتى نفلح، حتى يحصل لنا المطلوب ويزول عنا المكروه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. ما الأثر؟ لعلكم تفلحون. وإني على يقين بأن ما يجري إنما هي نذر من الله سبحانه وتعالى، نذر من الله سبحانه وتعالى، حتى أرعى مئات بل آلاف الأشخاص إلى المستشفيات لأخذ الهواء الاصطناعي مما أصيبوا من أمراض في صدورهم. هذا عذاب من الله سبحانه وتعالى. لا نحب أن نكون كالمنافقين الذين تمر عليهم الآيات والمعضلات والبلايا في كل لحظة ثم لا يتعظون. نعم تمر بنا. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. طريق السعادة واضح، طريق الشقاء واضح. والله لا أحد يجهل طريق الخير وطريق الشر. إن أردتم أن تكونوا على خير وعلى أمن ورخاء فعليكم بدين الله، ولا سيما التوحيد، ولا سيما التوحيد الذي يراد منه الإضعاف في هذه السنوات، في هذه الأزمنة.